بناء ما ديرنييرمون قاعدين نجبدوا في الاغاني تاع الاستاذ ديالنا الحال زبير اللي جاز دوكا تعرفوه سي تان مون. على بالنا باللي اليوم راكم فرحانين بزاف مادام هو موجود معنا. بيان سور بيان سور جبدت لنا واحد الاغاني تاع رحال زبير وانا تي تري جون كنا نسمع. انا سي موني دول رحال زبير شانسون مانيفيك من اروع الاصوات ومن اروع الفنانين. دايوغ كي كان هنا سايتي سوربريز كي شفتو في البلاتو. الى بيرسي مون انفونس ملي كان في عمري 10 سنين كبرتي 74 75. كان رصدوا معايا نسمع الاغاني تاعو وقعدوا لي هنا ما زدتش سمعتهم وقعدوا لي في راسي وكي تجي حاسبه نسمعهم. بون هي تعرف رحال زبير ما كانش فنانين تاع الجيل هذا تاع الجيل هذا ما يعرفش اللي ولاو يسمعوا بال لا لا حتى هو في وقته يعني هو كان التلحين ديالو كاع يل ديباسي سا جينيراسيون. هذا واش قلت له يعني سباق في وقته ما كانوش يفهموا واش كان يقول واش كان يلحن. سيتي تالمون بو سيتي تالمون دون سعديه سيتي لا كرياسيون القناوه تو سا لو ستيل ستيل القناوه. هذا وين جا هذا وين ظهر هو غنى عليه 30 سنه. علاش ما تروحش تدو من عنده لحن؟ يا ريت نعاودوا دي شانسون تاعو ان شاء الله.